ما بي مشاكل بعيد عن المشاكل والضغوط اكيد، وهذا اهم شيء. مثلت انديه جماهيريه بالضبط. فواضح عندك الفرق مو اكيد، انت النادي الجماهيري مطالب بنتائج، مطالب بكل شيء، يعني يقول لك انا نادي جماهيري. فنادي الحدود بعيد عن المشاكل، بعيد عن الضغوطات، قلت لك اداره احنا ما مقصره بكل شيء تشتغل، وتشوف انه الحدود هاي السنه غير شكل، ومن لاعبين خبره، لاعبين شباب، فهو هذا اهم شيء بالنادي، انه يكون ما بي مشاكل ومستقر وما عليه ضغط، هذا اهم شيء. زين، اذا تحدثنا عن مركز الحدود مصطفى بالمركز 11 بعد الجوله 18، طيب الامور داخل الفريق، راضين على هذا المستوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مثل ما تعرف الحدود كانت بدايه الدوري كانت بدايه زينه. صحيح. فتعرف اكو انديه بالتوقف تتاثر، واكو انديه تستفاد. احنا من صار التوقف اذاني يعني صراحه، تقريبا بالتوقف انصاب عندنا 4 لاعبين 5 اساسيين بالفريق، من بدا الدوري شويه تاذينا. صحيح. فاحنا الحمد لله ماشيين خوش ماشي. اها، كنا يعني الحمد لله وشكر، بس قلت لك صار عندنا بالتوقف صار عندنا اصابات باللعبات الوديه، تعوروا 4 لاعبين 5 لاعبين اصابه صارت، فتاثرنا بيها صراحه. هو مركز 11 ما يليق بينا كلاعبين وكاداره وك كجهاز فني بقياده الكابتن عادل تحياتنا له. فان شاء الله احنا طموحين يعني انه ننافس المراكز الاولى ان شاء الله. ان شاء الله. شلون وضعكم بالفريق كابتن؟ والله الحمد لله ماشي، كلاعبين مثل ما تفضلوا الاخوه صقر او صفا ماشي الامر الحمد لله والشكر. بصراحه هو مو طموح هذا المركز ال11، وضع الفريق جيد، اداره مستقرين الحمد لله، وكادر تدريبي كلاعبين هم مستقرين والحمد لله والشكر. بس هو وفقا لما موجود، انت اذا تتحدث عن الحدود قادم من دوري الدرجه الاولى وقدم مستويات مميزه بدايه الدوري، والان بالمركز 11 جيد، هاي وجهه نظري. ما هو كوجهه نظر تشوف الحدود من جاي من الدرجه الاولى شيء طبيعي، بس انت كاسماء كلاعبين موجودين بالحدود مثل ما قال سقراط، لاعبين خبره ولاعبين شباب، كادر تدريبي مميز واداره مميزه بصراحه، متوفر كل شيء، ماكو لا امور ماديه نقص، لا تجهيز، لا هاي الامور، كل الامور المعنويه والماديه متوفره. فاحنا نقول ان شاء الله نطمح للاحسن لا اكثر ولا اقل. شنو الطموح مصطفى؟ والله الطموح تحدثون عن طموح، واكيد مسولفين اللاعبين، المدرب، الاداره، متفقين على رؤيه، شنو طموحكم؟ صح، احنا الامور يعني كلها تدريبين يعني قبل المباراه، الكابتن والاداره طموحهم انه يحصلون المراكز يعني المقدمه، يعني مو اول، انما من المراكز الاولى يعني مناطق الدافع. أه لو لا بالمربع، لا يعني مراكز 6 7 4 يعني مراكز يعني بس دافع. اي طموح يعني الاداره يعني هذا الشيء يعني صراحه، يعني ما يقولون احنا مو طموحنا عناصر ولاعبين فريق الحدود مهيئين لنهايه الدوري انه يبقون بالمركز 5 6 7 حسب وجهه نظرك. وجهه نظري مهيئين، لان هو قلت لك من لما اللاعبين خبره وشباب انه قالوا انه هذا طموحنا السنه يختلف، يعني مو بس بقاء انما المراكز الاولى يعني نريد. يعني زين صقر، اريد اسالك بسؤال هو قريب من الحدود بعيد عن الدوري، انت رافقت هذا الفريق من دوري الدرجه الاولى الموسم الماضي حتى وصولكم الى هذا الدوري، شنو اللي يختلف بين يعني الدوري الممتاز ودوري الدرجه الاولى؟ كابتن احنا هسه قبل شويه حكيت عن الطموح. طموح هذا النادي اللي شافه بالدرجه الاولى بعد طموحه ما يرجع، صحيح، ما يعيش هاي المعاناه خلاص اللي يعني شفناه بالدرجه الاولى. بعد صعب تفكر انه انت عادي مثلا تخسر مباراه، عادي تخسر، لازم انت كل مباراه عندك نهائي. فهذا الطموح اللي دوى عليه النادي، لانه قلت لك لما صعدنا واخذنا الدوري النادي من بلش يجيب لاعبين بين خبره وشباب، خلص خلوا استراتيجيه للفريق ما يتكرر خطا الهبوط. خلص قلت لك اللي شفناه الاختلاف بين الدرجه الاولى والدوري الممتاز